بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 58 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى ببحر العلوم للإمام الفقيه نصر بن محمد بن أحمد أبي الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، ثم رجع إلى قصة أحد وذكر التعزية للمؤمنين بما أصابهم من الجراحات فقال: أولما أصابتكم مصيبة يوم أحد، مصيبة الهزيمة القتل، قتل 70 من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، قد أصبتم مثليها يوم أحد، قد أصبتم مثليها يوم بدر، قد أصبتم يعني نلتم، قد نلتم من الكفار يوم بدر ضعف ما أوقعوا فيكم يوم أحد، قد أصبتم مثليها، قد نلتم أيها المسلمون يوم بدر من الكفار والمشركين ضعف ما نالوا منكم يوم أحد، حيث إنكم قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70 منهم، وأنتم يوم أحد إنما قتل منكم 70 ولم يؤسر منكم واحد. إذن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يوم بدر، لأن المسلمين يوم بدر قتلوا 70 نفسا من صناديد أبطال قريش وأسروا 70، وقتل من المسلمين يوم أحد 70 ولم يؤسر منهم أحد. فذلك قوله تعالى قد أصبتم مثليها، قد أصبتم، إيش أصبتم؟ يعني نلتم، أصبتم مثليها. وقوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أولما، فالألف للاستفهام والواو للعطف وما صلة، قلنا أكثر من مرة ولن نعيد ذلك، لما يقول صلة يعني هو حرف زائد، وإنما يذكر العلماء ذلك في الكتاب في القرآن الكريم من باب الأدب مع الله عز وجل، لأنه لا يوجد حرف زائد في القرآن، ما من حرف إلا وله دلالة عظيمة. فهنا لما قالوا صلة كثير من المفسرين يقولون والحرف الفلاني أو الكلمة الفلانية أو الحرف الفلاني صلة، وهو يفيد التوكيد، يفيد التوكيد، فكأنه يقول ولئن متتم أو قتلتم أو أصابتكم مصيبة يوم أحد قد أصبتم مثليها يوم بدر قلتم أن هذا، أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، يعني قلتم فمن أين لنا هذا، لماذا نحن أصبنا؟ وهذا أحبابنا، بعض الناس
نحن الآن أحبابنا في الآية 165، في الآية 165. الآن في هذه الأزمنة أنا سمعت كثير ممن يبتليهم الله بمرض أو عاهة أو إلى غيره، يقول أنا ماذا فعلت، بما حصل معي كذا، حصل معي فقر بعد غنى، ذل بعد عز، سلب بعد عطاء، هذا يقال. الجواب موجود في هذه الآية إلى كل من يسأل لماذا الذل بعد العز، لماذا السلب بعد العطاء، لماذا النقمة بعد النعمة، لماذا البلية بعد العطية، هذا الجواب. قال قلتم أن هذا، يعني قلتم فمن أين لنا هذا وكيف أصابنا هذا ونحن مسلمون. قل، الخطاب للنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قل هو من عند أنفسكم، يعني من عند قومكم بمعصية الرماة. في هذا أحبابنا، ولعل العلماء ذكروا ذلك كثيرا ولعلكم سمعتموه، لما خالف المسلمون أمرا نبويا واحدا، إرشادا نبويا، ترتب عليه خسارة عظيمة وهزيمة كارثية، فكيف بمن يعرض عن أوامري وتعاليمي النبي عليه الصلاة والسلام وأوامر الله عز وجل. فتخيل الآن الكم الهائل من الكوارث التي ينبغي أن تتنزل وتتوالى على أولئك المخالفين، أو بالأحرى كذلك على أولئك الآمرين بالمخالفة. ولكن الله الذي وصف نفسه بالحليم، والذي أخبر عن ذاته بأن رحمته سبقت غضبه، ولكن الباري عز وجل من حكمته ورحمته أنه أراد أن يعلم الأمة كلها من خلال حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فهو يحذر من خلال ما وقع للصحابة رضوان الله عليهم. من عند قومكم بمعصية الرماة، بتركهم ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الضحاك قل هو من عند أنفسكم، يعني بذنوبكم التي سلفت منكم قبل القتال. يعني الواحد منا أحبابنا قد يعمل المعصية الآن وتأتيه العقوبة بعد 10 سنوات، بعد 10 سنوات تأتيه العقوبة. لماذا تأخرت العقوبة؟ من رحمة الله بك أخر لك العقوبة، لأن الله ينتظر توبتك. الله، يعني صح التعبير، انتظر توبتك 10 سنوات، ولكنك ما تبت من معصية فعلتها، بل ربما واظبت عليها أو أصررت على أو أمرت بها أو صارت عادة لديك فاستبحتها، فجاء الآن التأديب الإلهي من أجل أن يرجعك إلى جادة الصواب وإلى سابق عهدك قبل فعل هذه المعصية. فلذلك أحبابنا، الذي السعيد الموفق الذي يفعل المعصية ويعلم أنها، انتبه، بعدما فعلها يعلم أنها معصية، فيرجع إلى ربه عز وجل نادما مستغفرا تائبا مصرا عازما على عدم العود. هذا الذي لا يعاقب بمعصيته، هذا الذي ينجو بفعلته. أما الذي يغفل ويمهل ويمهل يمهل ولا يهمل، يمهل ويمهل، ثم بعد ذلك كلما أمهل كلما عظمت الغشاوة على عينيه وعلى بصره وبصيرته. الآن لابد من ضربة والعياذ بالله قوية على رأسه تسقط تلك الغشاوة وترجعه إلى سابق عهده. فهذا من رحمة الله،
هذا من رحمة الله عز وجل. فلا تسيئن الظن بالله تبارك وتعالى، ولا تقولن لما الله عز وجل، لا يقال له لما. قال قل هو من عند أنفسكم، قل هو من، قال الضحاك قل هو من عند أنفسكم يعني بذنوبكم التي سلفت منكم قبل القتال، يعني أن في ذلك تطهيرا لما سلف من ذنوبكم. وهذا كقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وكذلك قال الله تعالى في آية أخرى وما يخاطب النبي الكريم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال الخطاب للنبي والمراد أمته عليه الصلاة والسلام، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة والسيئة في هذا النص القرآني ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة. الحسنة والسيئة ها هنا بمعنى النعمة والبلية، فالنعمة منة من الله عز وجل وعطية، النعمة منة من الله وعطية. أما المصيبة، أما المصيبة إنما هي تنشأ من قبل نفسك، تنشأ من قبل نفسك وعملك. إذن النعمة فضل والبلية عدل. النعمة ما أحد يستحق على الله نعمة، ما أحد. بما تستحق على الله النعم؟ وهو الذي خلقك وعملك، فبما تستحق النعمة؟ فالنعمة من الله فضل، والنقمة والعذاب والمصيبة من الله عدل. فيا أيها العبد المسكين، أنت تتقلب في الليل والنهار بين فضل وعدل، بين فضل وعدل. فلا تسيئن الظن بالله سبحانه وتعالى. إذن وما أصابكم، قال إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. نتأمل خاتمة هذه الآية أحبابنا، قال إن الله على كل شيء قدير. قال بعض المفسرين والآن لعلي أذكر اسمه، قال في هذه الخاتمة نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر الذي هو النصر والغلبة والهزيمة والنصر، هذا الأمر إنما هو بيده جل وعلا وتحت قدرته، وهو الله عز وجل هو الذي إذا شاء أو إن شاء صرفه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي إن شاء أوقعه بهم. فلذلك يا أيها المؤمنون لا تطلبوا كشف ما بكم من هم أو غم إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تتكلوا على سواه. ليه؟ لأن الله، إن الله على كل شيء قدير. هذا المعنى الذي ذكرته أحبابنا الآن الباري عز وجل سيبينه ويوضحه من خلال قوله وما أصابكم يوم الجمعان، وما أصابكم يوم الجمع، يوم التقى الجمعان فبإذن الله. إذا لا تحسبن أن الذي حصل بكم يوم أحد إنما هو بقوة المشركين وإرادتهم وعزيمتهم، وقدرة الله خارجة عن ذلك. إياكم أن تظنوا هذا. ليه؟ إن الله على كل شيء قدير. ماذا يعني إن الله على كل شيء قدير؟ سأبين لكم هذا المعنى. فقال الباري عز وجل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فهذا كالبيان كالتوضيح لمعنى لمناسبة ختم الآية السابقة بقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان،
جمع المسلمين وجمع المشركين. فبإذن الله، أي فبإرادة الله أصابكم، فالله قادر على أن يصرفه عنكم، كما استقر هذا في عقيدتكم قبل قليل لما قال إن الله على كل شيء قدير، فهو قادر على صرفه عنكم. ولكن إنزال هذه البلية كما قلنا هي عدل من الله، هي عدل من الله سبحانه وتعالى، وهذا العدل تترتب عليه حكم. انتبه، هذا العدل تترتب عليه الحكم. هل مننت علينا يا الله ببيان حكمة؟ نعم، سأبين لكم. انظر، هذا من عظيم فضل الله عز وجل علينا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أول شيء الآن بين هذا، أن هذا ليس يعني ليس خارجا عن نطاق قدرة الله. قال وليعلم، إذن ما هي الحكمة من إقامة العدل؟ ليه؟ قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ومر معنا أكثر من ذلك، ذكرنا هنا ليعلم يعني ليظهر، يعني أصابتكم المصيبة ليه؟ قال لماذا أقام عدله؟ لكي يظهر المؤمن من المنافق، لكي يظهر المؤمن من المنافق. ولو أنه عاملكم يومئذ بفضله لما ظهر لكم المنافق من المؤمن، ولكن الله عاملكم بعدله ليظهر لكم المؤمن من المنافق. حينما نتأمل هذا المعنى أحبابنا تسكن القلوب وتطمئن القلوب مع نزول البلية، وهذا حال الأولياء والعارفين بالله عز وجل الذين تطمئن قلوبهم للبلية كما تطمئن قلوبهم بالعطية. لا فرق عندهم، لا فرق عندهم، عبيد لله وقت النعم ووقت النقم. ثم بين أمر المنافقين وصنيعهم وقلة حسبتهم في أمر الجهاد، وقلة حسبتهم في أمر الجهاد. فقال وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني أمامكم خياران، إما أن تقاتلوا معنا في سبيل الله في أو قاتلوا لا في سبيل الله، ولكن قاتلوا لتدفعوا الموت عن أهليكم. يعني حتى الكافر إذا ما قاتل، لذلك مر معنا في درس السيرة في درس التفسير أنهم يوم أحد المشركون ماذا أخرجوا معهم، أو مر في درس التفسير ماذا أخرجوا معهم، أخرجوا معهم نساءهم وذراريهم. ليه؟ وجعلوهم خلف ظهورهم. ليه؟ لأنهم يقاتلون من أجل دفع الموت عن نسائهم وأعراضهم وشرفهم. فيا أيها المنافقون، إما أن تقاتلوا معنا في سبيل الله أو تقاتلوا معنا لتدفعوا الموت عن أهليكم وذراريكم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا، يعني إن لم تقاتلوا لوجه الله فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وحريمكم. قال الكلبي ويقال ادفعوا، يعني كثروا، تعالوا كثروا سوادنا، لا نريد منكم قتالا، قفوا في الخلف كي تكثروا سوادنا. وقال القتبي ادفعوا أي كثروا، لأنكم إذا كثرتم دفعتم القوم بكثرتكم، يخشى الكفار عندما يرونكم كثير. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يعني لجئنا معكم. قال الضحاك وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما خرج يوم أحد أبصر كتيبة خثناء وفيها كبكبة من الناس، فقال من هؤلاء؟ فقيل يا نبي الله هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي، زعيم المنافقين حلفاؤه من اليهود. فقال إنا لا نستعين بالكفار. فرجع عبد الله مع حلفائه من اليهود، فقال له عمر
أقم مع المؤمنين، أقم مع المؤمنين. انظر النصيحة حتى ولو كانت لعدوك، قدم له نصيحة. فقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ولكن أنكم أنتم لن تقاتلوا. قال الله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم يعني المنافقون، يعني ميلهم إلى الكفر، ميلهم إلى الكفر أقرب من ميلهم إلى الإيمان. هذا معنى قوله هم للكفر يومئذ. ويقال عونهم للكفار أكثر من عونهم للمؤمنين. هنا فائدة عظيمة ولطيفة خفية أشار إليها الواحدي، وهي قال هذه الآية، تنبه لهذه اللطيفة، هذه الآية دليل على أن من أتى بكلمة التوحيد، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يجوز أن يطلق عليه القول بالتكفير. هذه الآية فيها دليل على أنه من أتى بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يجوز أن يطلق عليه القول بالتكفير. ليه؟ قال لأن الله تعالى لم يطلق القول بكفرهم، ما قال كفروا بذلك، ما قال، مع أنهم كانوا كافرين، انتبه، كانوا منافقين، كانوا كافرين، لأنهم لماذا لم ينعتهم بالكفر، بل قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، ولم يقل كفروا. ليه؟ لأنهم قد نطقوا لا إله بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا مما ينبغي اعتقاده، لذلك مما علمنا إياه أشياخنا أننا لا نقول كفر فلان، وإنما نقول كفر أو يكفر فلان، يكفر فلان، يكفر، لا ننسبه للكفر ما دام أتى بكلمة التوحيد. هذا ينبغي التنبه له. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني معناه يظهرون خلاف ما يضمرون. انتبه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فتعجز قلوبهم أن توافق ما تنطق به ألسنتهم، تعجز قلوبهم أن توافق ما نطقت به ألسنتهم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ذكر الأفواه على معنى التأكيد، لأن الرجل قد يقول بالمجاز بالإشارة، معناها قم، معناها أقعد، معناها امشي، قد يكون هذا. وهذا كما قال الله تعالى يكتبون الكتاب بأيديهم، بأي شيء يكتب الإنسان بيده، هذا من باب التأكيد. ويقولون بألسنتهم، والقول لا يكون إلا باللسان، وهذا إيش؟ من باب التأكيد، ما ليس في قلوبهم. قال الله تعالى والله أعلم بما يكتمون، من النفاق والكفر. ونزل فيهم أيضا الذين قالوا لإخوانهم، فيهم يعني في المنافقين، في الذين هم للكفر أقرب منهم للإيمان، نزل فيهم أيضا الذين قالوا لإخوانهم من المنافقين. لماذا قال المنافقون لإخوانهم من المنافقين؟ لماذا تكلموا معهم؟ قال لأن
المنافقين المنافقون أحبابنا، بعض المنافقين لهم أقارب مؤمنون صادقون. هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين لهم أقارب منافقون ذهبوا للقتال يوم أحد فماتوا واستشهدوا، قتلوا في المعركة، صاروا شهداء. فقال المنافقون بعضهم فقال المنافقون الذين قعدوا ولم يقاتلوا للمنافقين الذين ذهب أهلوهم المؤمنون إلى المعركة وقتلوا، ماذا قالوا لهم؟ قالوا الذين قالوا لإخوانهم، فهمنا أحبابنا من المنافقين، وقعدوا عن الجهاد، يعني هنا الواو حالية، يعني والحال أنهم قعدوا عن الجهاد. لماذا قعدوا عن الجهاد؟ خذلانا لإخوانهم، خذلوهم، كما مر معنا أن عبد الله بن أبي بن سلول انسحب ب300 من المقاتلين. فإنما قتل إخوانكم بسبب خذلانكم. وقعدوا عن الجهاد، قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. من فاعل قعدوا أحبابنا؟ هو فاعل قالوا، فاعل قعدوا هو نفسه فاعل قالوا. لو أطاعونا في القعود عن الجهاد ما قتلوا، أي في الغزو. قل لهم يا محمد فادرؤوا عن أنفسكم في حال حضر الموت إن كنتم صادقين في مقالتكم، يعني في مقالتكم من أن الموت يغني منه حذر. فلما يأتيكم الموت وأنتم في الحضر قائمين في بلادكم وقد اتخذتم الحذر، ادفعوا الموت عن أنفسكم إن كنتم صادقين في هذه المقالة. يقول الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى في هذه الآية رد على المعتزلة القائلين بأن من قتل مات قبل أجله. قال الفقيه سمعت بعض المفسرين بسمرقند يقول لما نزلت هذه الآية فادرؤوا عن أنفسكم الموت مات يومئذ 70 نفسا من المنافقين. وفي هذا تحد واضح صارخ لأولئك للقائلين لو أطاعونا ما قتلوا، فماتوا مع نزول هذه الآية. ثم قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا كلام مستأنف وهو مسوق لبيان أن القتل الذي يحذره المنافقون ويحذرون الناس منه ليس مما ينبغي أن يحذر، بل هو من أجل المطالب التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون. ذكر الباري عز وجل هذا بعد ما بين أن الحذر لا يجدي وأن الحذر لا يغني من الموت. إذن قال ولا تحسبن، إذن هذا الذي تحذرونه وتحذرون الناس منه مما ينبغي أن تتنافسون إليه ومما ينبغي أن يطلبه الكمل ممن آمن بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ سيأتي البيان. قال ثم نزل في شأن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، يعني في طاعة الله
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. من التحف يعني لا تحسبنهم أمواتا قد تعطلت أرواحهم، لا تحسبنهم أمواتا قد تعطلت أرواحهم بل هم أحياء وحياتهم فوق حياة الأحياء في الدنيا. انتبه، هم أحياء وحياتهم أرقى وفوق حياة من يمشي على الأرض بقدميه. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل أنه قال أحياء عند ربهم، أحياء عند ربهم. فهل يستوي من كان عند الله بمن لم يكن عند الله؟ فحياتهم حياتهم أرقى وأجل من حياة الأحياء الذين يمشون على الأرض. لذلك قال بعض العلماء حياتهم هنا ليست بمعنى بقاء الأرواح، حياتهم حياة الشهداء ليست بمعنى بقاء الأرواح. ليه؟ قال لأن بقاء الأرواح هذا يستوي فيه كل من مات، كل من مات روحه لا تفنى وهي راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. بل المعنى، المعنى أن أرواحهم لم تتعطل وأنهم أحياء حياة أعظم من حياة من يمشي على الأرض، بل الأمر أعظم من ذلك. ما هو الأمر؟ أنهم يرزقون رزق الأحياء، يرزقون رزق الأحياء ليس رزقا معنويا كما قد يتخيل لبعض الناس. قال لا، هو رزق حقيقي، هو رزق حقيقي. من أين جئت بهذا الكلام؟ أحاديث كثيرة وسيذكر لنا حديثا الآن سأقرأه الآن أو سيأتي بعد سطرين، سيأتي الحديث الدال على أن الشهداء يأكلون ويشربون ويتمتعون، فقط الشهداء، فقط الشهداء. فحياتهم أرقى من حياتنا ونحن نمشي على الأرض، وهم يرزقون رزقا حقيقيا لا معنويا. لذلك أحبابنا نفهم السر من مذهب أهل السنة والجماعة من جواز التوسل بالأولياء والصالحين، لأن حياة الشهداء ونظرائهم من الأولياء أرقى وأجل من حياتنا ومن حياتهم وهم على الأرض، حياة صارت عند الله. قال فنزلت هذه الآية، وذلك أن المسلمين كانوا يقولون مات فلان ومات فلان، فنزلت هذه الآية بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا قول الكلبي، ويقال ولا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كسائر الأموات أبدا بل أحياء، يعني هم كالأحياء عند ربهم لأنه يكتب لهم أجورهم إلى يوم القيامة، فكأنهم أحياء في الآخرة. ويقال لا يظن بهم كما يظن الكفار بهم أنهم لا يبعثون بل يبعثهم الله. ويقال أرواحهم، أرواح الشهداء في المنزلة والكرامة بمنزلة الأحياء، بل هي كما قال بعض المفسرين أعظم بسبب العندية التي من الله عليهم بها. وروى عطاء بن عباس، والأحاديث في ذلك كثيرة،
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر. حتى قال بعض المفسرين أرواح المؤمنين أرواح ثابتة على أشجار الجنة إلا أرواح الشهداء فهي في حواصل طير خضر. ماذا يعني؟ قال أرواح الشهداء هي كالكواكب لأرواح المؤمنين. الآن أنت في ساعة متأخرة من الليل والسماء صافية، تنظر للسماء تشاهد كواكب، تتمتع بالنظر إليها، شيء جميل. هذه الكواكب يختلف حجمها باختلاف بعدها وقربها عن الأرض، لمعانها يأخذ بالألباب، ساحر. وكذلك أرواح الشهداء هي كالكواكب بالنسبة لأرواح المؤمنين الذين علقت أرواحهم على الأشجار. شيء رائع أحبابنا، شيء جميل جدا. قال لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل أرواحهم في أجواف طير خضر. اسمع الآن، ترد أنهار الجنة. لماذا ترد أنهار الجنة؟ كي تشرب، كي تشرب وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش. فلما وجدوا طيب منقلبهم ومطعمهم ومشربهم ورأوا ما أعد الله لهم من الكرامة وما هم فيه من النعيم قالوا يا ليت إخواننا علموا ما أعد الله لنا من الكرامة وما نحن فيه من النعيم. فلم ينكلوا عند اللقاء ولم يجبنوا عند القتال. فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم، أنا أبلغه عنكم. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين يعني معجبين مسرورين سعداء بما آتاهم الله من فضله. لذلك أحبابنا السعيد، والله يا أحبابنا إن لم تكن شهيدا، إن لم يمن الله عليك بالشهادة فكن تحت أنظار الشهداء، إن لم تكن شهيدا فكن تحت أنظارهم. كيف أكون تحت أنظار الشهداء؟ بأن تنفق على زوجته بعد موته، بأن تنفق على أولاده وعلى عياله، بأن تكرمهم، بأن تعطيهم ما تعطيه لأولادك. حذاري أن تطمع بزوجة شهيد تتزوجها، لا حرج في ذلك، هذا عظيم، أما أن تطمع بها حذاري. إذا أردت أن تكون تحت أنظار الشهداء وأن تفوز بشفاعتهم يوم القيامة أنزل زوجته وأولاده منزلة أهلك وعاملهم بالإحسان والفضل والإكرام والإجلال. والله يا أحبابنا من فعل هذا ليجدن حلاوة ذلك في كل لحظة وليجدن أثر ذلك في حياته. وهذا ملاحظ وهذا مجرب. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب، آمين آمين، أن يلهمنا ما فيه رضاه، آمين آمين. فرحين بمعنى معجبين بما آتاهم الله من فضله أي من رزقه في الجنة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم من إخوانهم من بعدهم أن يأتوهم. هنا يقول الشيخ البيضاوي رحمه الله في تفسيره، قال إن هذه الآية تدل على، انتبه لهذا المعنى الجميل الذي نبه إليه الشيخ البيضاوي في تفسيره، قال إن هذه الآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس. الهيكل يعني هذا البدن، الإنسان غير هذا البدن، البدن شيء والإنسان شيء آخر.
بل الإنسان هو مدرك بذاته، مدرك بذاته، لا يفنى بوفاة هذا البدن، ولا يتوقف إدراك الإنسان على هذا البدن، ولا تألمه على بقاء هذا البدن، ولا تلذذه على بقاء هذا البدن. انظر هذا المعنى الجميل. كذلك هذا يلفت انتباهنا أحبابنا إلى مذهب أهل السنة من جواز التوسل بالأولياء والصالحين. أنا عندما أتوسل بسيدي ابن عربي، بسيدي أحمد الرفاعي، بسيد عبد القادر الجيلاني، بسيد الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورحم الله أولياء الله جميعا، هؤلاء أحبابنا لم يفنوا، أرواحهم إنسانيتهم هي باقية. إن كان للذات تأثير، للأرواح تأثير أو إدراك، لا تأثير، لا نقول تأثير، إن كان للأرواح إدراك فهو لا علاقة له بهذا الجسد، لا علاقة له بهذا، ولكن هذا الجسد مظهر لهذا الإنسان، لهذه الروح. فلا علاقة لهذا الجسد بالتلذذ ولا بالتألم ولا بالإدراك. فالنفس، الإنسان، الروح مدركة بذاتها. هذا المعنى المشوشون لا يفهمونه، تتعطل عقولهم هنا فلا يستطيعون الوصول إلى ما وراء ذلك، محجوبون، بصائرهم مغطاة مغشاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم رجع إلى الشهداء فقال الله تعالى: ألا خوف عليهم فيما يستقبلهم. إن الشهداء لما ينتقلون إلى الله لا يخافون فيما يستقبلهم لأنهم آمنون، ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، ولهم يحزنون على ما خلفوا من الدنيا. قرأ ابن عامر طبعا هناك تفسير آخر لقوله ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون مذكور في غير هذا الكتاب، أن هناك تفسيران لقوله ألا خوف عليهم، في قوله عليهم بعضهم أرجع الضمير في عليهم على إخوانهم، على قوله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، الضمير راجع إليهم. وبعضهم قال لا، هنا الضمير عليهم، ألا خوف عليهم يعني على الشهداء. فقد نقرأ في بعض كتب التفسير تفسيرين معنيين. قال: ولا تحسبن، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: ولا تحسبن بنصب السين في جميع القرآن. وقرأ الباقون بالكسر: ولا تحسبن. وقرأ ابن عامر: قتلوا بتشديد التاء على معنى التكفير، أنهم يقتلون واحدا فواحدا. وقرأ الباقون بالتخفيف. قوله تعالى: ويستبشرون بنعمة من الله، يستبشرون بنعمة من الله، يقول بجنة من الله، ويقال بمغفرة من الله وفضل، يعني الكرامات في الجنة. وروي عن مجاهد أنه قال: السيوف مفاتيح الجنة. وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهيد يشفع في 70 من أهله. قال الفقيه: أروي هذا الحديث الذي سيذكره الآن بمعناه لا بلفظه. انظر لهذه الأمانة من الفقيه أبي الليث، تأمل الآن هذا الحديث الذي يرويه بمعناه، ما أجله وما أعظمه وما أجمله. قال: إن الله تعالى أكرم الشهداء بخمس كرامات لم يكرم بها أحد من الأنبياء ولا أنا، يعني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نفسه. قال: إحداها أن جميع الأنبياء قبض أرواحهم ملك الموت، وهو الذي سيقبض روحي. وأما الشهداء فالله تعالى
هو الذي يقبض أرواحهم بقدرته كيف يشاء، ولا يسلط على أرواحهم ملك الموت. والثانية أن جميع الأنبياء قد غسلوا بعد الموت، وأنا أغسل بعد الموت، أما الشهداء فلا يغسلون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنيا. والثالثة أن جميع الأنبياء قد كفنوا وأنا أكفن أيضا، والشهداء لا يكفنون بل يدفنون في ثيابهم. والرابعة أن الأنبياء لما ماتوا فقد سموا موتا أو أمواتا، وإذا مت أنا يقال قد مات، والشهداء لا يسمون موتا وإنما يسمون شهداء. والخامسة أن الأنبياء تعطى لهم الشفاعة يوم القيامة، الأنبياء يشفعون وشفاعتي أيضا يوم القيامة، وأما الشهداء فيشفع لهم كل يوم من يستشفعون. يعني الشهداء كأن معناه أن كل من له شفاعة يوم القيامة يشفع للشهداء. فهذه هي مكانة الشهداء. لذلك انتبهوا أحبابنا، الآن من خلال ما قرأنا ندرك تماما، الآن صار عندنا في مخيلتنا وفي أذهاننا أنه لا مكانة تعدل مكانة الشهداء إلا مكانة النبوة. هذا صار واضح عندنا، ولكن اعلم أن هناك من هو أعلى رتبة من الشهداء وهم العلماء، لأنه جاء في الحديث أنه يوم القيامة يوزن مداد العلماء بدم الشهداء، فترجح كفة مداد العلماء على كفة مداد الشهداء، والشهداء قد بذلوا أعظم ما عندهم وهي الدماء، والعلماء بذلوا أو وزن أرخص ما عندهم وهو الحبر المداد. لما؟ قال لأنه لولا العلماء لما كان شهداء، لولا أن العالم يقف ويقول هذا الكلام ويخبر بهذا الكلام الشهداء المجاهدين ويعلمهم ويرشدهم وينبههم ويحضهم ويحثهم لما كانوا شهداء. فالشهداء هم ثمرة من ثمرات العلماء، الشهداء ثمرة من ثمرات العلماء. ثم قال الله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قرأ الكسائي وإن الله بكسر الهمزة. مولانا ممكن سؤال؟ تفضل. ما المقصود السيوف مفاتيح الجنة؟ السيوف مفاتيح الجنة، يعني أنت إذا أردت أن يفتح لك باب الجنة فعليك أن تحمل السيف وتقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإن الجنة أبوابها لا تغلق في وجوه المجاهدين، بمجرد ما استشهد الإنسان في ساحة المعركة مباشرة تلقائيا تفتح له أبواب الجنان، يدخل من أي باب شاء. هذا معنى إيش؟ السيوف مفاتيح الجنة. قال الله تعالى قال بكسر الألف والباقون بالنصب وأن الله، فمن قرأ بالنصب فمعناه يستبشرون بنعمة من الله ويستبشرون بأن الله لا يضيع ثواب المؤمنين الموحدين. ومن قرأ بالكسر على معنى الابتداء إن الله لا يبطل ثواب عمل الموحدين. وهذا الخبر للترغيب في الجهاد، وأما الشهداء والأولياء فيشفع لهم لا يبلغون درجة الأنبياء طبعا،
ومن قال إنهم يبلغون درجة الإباحة، يعني الأولياء يبلغون إلى درجة يصبح لهم كل شيء مباح، هذه زندقة والعياذ بالله. ومن أنكر كرامات الأولياء فهو من المعتزلة أو فهو معتزلي. قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول، قال في رواية الكلبي: وذلك أن أبا سفيان حين رجع من أحد نادى فقال: يا محمد، إن الموعد بيننا وبينك بدر الصغرى. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: قل له ذلك بيننا وبينك إن شاء الله سنلتقي. ثم ندم أبو سفيان ورط نفسه في أمر لا يعرف عاقبته، فقال أبو سفيان لنعيم ابن مسعود، وكان يخرج إلى المدينة بالتجارة: إذا أتيت المدينة فخوفهم، خوف المؤمنين لكي لا يخرجوا. فلما قدم نعيم المدينة قال: إن أبا سفيان قد جمع خلقا كثيرا لا طاقة لكم به، فكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إليهم وتثاقلوه. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم قال: والذي نفسي بيده لأخرجن إليهم وإن لم يخرج معي منكم أحد حتى ولو لوحدي. قال: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالميعاد ومعه نحو من 70 رجلا حتى انتهوا إلى ذلك الموضع، وكان هنالك سوق للتجارة كل سنة يفتح هذا السوق، فلم يخرج أحد من أهل مكة. فتسوقوا بالعادة، السوق هذا يأتي أهل مكة كلهم وغيرهم، يومها لم تأتي أهل مكة، فكانت البضاعة إذا رخيصة لا يوجد من يشتري البضاعة. متى يرتفع ثمنها؟ إذا كثر الطلب عليها. الآن هناك بضاعة ولا يوجد طلب عليها، فالتاجر ماذا يفعل؟ يبيع له بخسارة حتى يرجع بفلوس، ولا يرجع بالبضاعة، حمل الفلوس أسهل. فتسوقوا من السوق حاجتهم وانصرفوا، تسوقوا بأرخص الأثمان. فنزل قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني بعد ما أصابتهم الجراحات يوم أحد. للذين أحسنوا منهم، أي الذين أوفوا الميعاد واتقوا السخط في معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم أجر عظيم، أي ثواب كبير. قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، يعني نعيم بن مسعود، وإنما أراد به جنس الناس، وكان رجلا واحدا: إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أبا سفيان وأصحابه، فاخشوهم، يعني ولا تخرجوا إليهم. فزادهم إيمانا، يعني تصديقا ويقينا وجرأة على القتال. والمعنى أنهم لم يلتفتوا إلى هذا القول ولم يضعفوا، بل ثبت وازداد وقوي عزمهم على طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حال المؤمن أحبابنا، المؤمن أحبابنا الذي رسخ الإيمان في قلبه لا يضعفه صراخ أعدائه وإشاعات أعدائه ومؤامرات أعدائه ومكر أعدائه، لا يلتفت إليهم أبدا، لأنه هو يعتمد على الله عز وجل ويتكل على الله ويقف في باب الله سبحانه وتعالى، وهو يطلب المدد من الله عز وجل. هذا إذا كمن إيمانه ورسخ الإيمان في قلبه واستقر وثبت وباع نفسه لله عز وجل، عندها لن يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى.
أسأل الله لي ولكم كمال الإيمان وكمال اليقين وكمال الثبات وكمال العزيمة. آمين آمين آمين. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني ثقتنا بالله، وأيقنوا أن الله لا يخذل محمدا صلى الله عليه وسلم. ونعم الوكيل أي ونعم الثقة لنا، ونعم الثقة لنا. يقول الشيخ السيوطي رحمه الله في كتابه الإكليل، يقول في قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال يفهم منه استحباب أن نقول وأن نكثر من هذه الكلمة عند الغم وعند الأمور العظيمة. ليه؟ لننال الثمرة وهي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فإذا كنت في غم، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم الهم والغم والكرب وعن جميع المسلمين، فمفتاح الفراج ومفتاح الفضل ومفتاح النعمة حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فانقلبوا بنعمة من، انقلبوا أي انصرفوا، يعني رجعوا من هذه المعركة التي لم تقع. فانقلبوا أي انصرفوا بنعمة من الله، يعني بأجر من الله وفضل، يعني ما تسوقوا به من السوق واشتروا الأشياء بسعر رخيص. لم يمسسهم سوء، يعني قتال، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، يعني ذو من عظيم. وقال في رواية الضحاك، الآن رواية ثانية لهذه الآية الذين استجابوا لله ورسوله. إذا عندنا قولان، القول الأول أن الذين استجابوا لله والرسول هذا في العام القادم في العام الثاني، أما في رواية ثانية قال لا هي في اليوم الثاني وليس في، سيأتي الآن الكلام. قال وقال في رواية الضحاك كان ذلك يوم أحد لما انهزمت قريش ونزلت في مواضع وكثرت الجراحات في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم، فأجابه 70 رجلا فنزلت هذه الآية، وتسمى هذه الغزوة بغزوة حمراء الأسد. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة قافلا من راجعا من غزوة أحد، وكان يوم رجوعه يوم السبت، كان يوم السبت. فأمر أصحابه يوم الأحد، انتبه يوم الأحد، أمرهم بطلب العدو، وقال رحم الله من انتدب حتى يعلم المشركون أننا لم نستأصل، أننا لم نستأصل وأن فينا بقية. فخرج معه 70 من الصحابة حتى وصلوا إلى مكان حمراء الأسد، فسمع بذلك أبو سفيان فظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بمدد من المدينة، فهرب وانهزم هو وجيشه. من هنا قال علماء السير، قال غزوة أحد كانت نصرا، كانت هزيمة بين نصرين. معركة أحد كانت هزيمة بين نصرين، انتصروا في أول المعركة ثم هزموا وانكسروا بسبب خطأ فوقع فيه بعض الكرام، ثم بعد ذلك عاد الهزيمة نصرا في غزوة حمراء الأسد في اليوم الثاني. هذا ما قاله بعض علماء السير وهو جميل حسن. قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني نعيم بن مسعود أطلق عليه لفظ الشيطان، لأن كل عات متمرد شيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف أولياءه يعني يخوف بأوليائه، ويقال يخوف أشكاله. وقال الزجاج إنما ذلكم الشيطان، يعني ذلك التخويف عمل الشيطان،
يخوفكم بأوليائه. وقال القتبي يخوف أولياءه يعني بأوليائه، كما قال الله تعالى لينذر بأسا شديدا، أي لينذركم ببأس شديد. ثم قال الله تعالى فلا تخافوهم في الخروج وخافوني في القعود إن كنتم مؤمنين، أي مصدقين. قال الزجاج معناه إن كنتم مصدقين فقد أعلمتكم أني أنصركم عليهم. ثم قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.